تستمر الأشواط شوط ويتروه الآخر بهذه المنافسات والتحديات لينطلق الشوط السادس بحفظ من الله ورعايته. باسمه نبدأ وعليه نتوكل ودائما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. الصدارة والمقدمة، نتابع الانطلاق الأول والانطلاق من قبل رعد علي عمر بن حسن بن محمد الجفال ينعيمي، بينما الانطلاق الثاني لينطلق هنا ملفت حمد بن بخيت بن عويضه بن هلال العذبه المري، هو من ينطلق مع ملفت على المركز الثاني. ثالث المراكز الانطلاق من عز عبد الله بن شميع بن علي آلف هيده المري. المركز الرابع على الانطلاق والتحدي والقدوم من شعار الشهواني لياتي الصارم محمد بن ناصر بن مسفر الشهواني، هو من ينطلق مع الصارم على المركز الرابع. خامس المراكز وارى الانتقال، انتقاله ممتاز الى ثالث المراكز، رعد محمد بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي، هو من ينطلق مع رعد على المركز الثالث. نعود إلى الصدارة، نعود إلى تبدل الأمور والانطلاق والتحدي من رعد محمد بن عبد الهادي بن جابر آل بريد المري، هو من ينطلق مع انطلاق رعد، بينما أرد دخول من الجير ينطلق حمد بن جلال الله بن محمد آل بريد المري. ثالث المراكز تابع وندال شايش راشد بن حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي ينطلق، فاران ايضا ينطلق بانطلاق مزاح، فارابر عتيق محمد آل بريد المري. اختلط الحابل بالنابل، بدت الاسماء بالظهور، بدت الاسماء بالتحرك، ولكن نعود الى مزاح. مزاح هنا ينطلق فاران بن عتيق محمد آل بريد المري، ولكن من قطامية سياف سالم بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري ينطلق مع سياف، يريد النقطة الثانية، ينطلق سياف على المركز الأول وعلى الصدارة، لينطلق سالم بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري. فاران يحاول سياف روح يا بن قطامي، روح يا بن قطامي، روح، أسعد الله صباحك يا بن قطامي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والف مبروك لسالم بن مسعود بن سعيد بن قطامي المري. ثاني المراكز كان الوصول المزاح فرام العتيق بن محمد ال بريد المري. ثالث المراكز المركز الثالث تشايش راشد بن حمد بن عبد الله بن سعيد القريسي. رابع المراكز كان الوصول الواعي محمد بن سعيد بن محمد بن علي بن سفران المري.